وسط الظروف القاسية والدمار في قطاع غزة، تأتي مبادرة إنسانية هامة لتعيد الأمل لأكثر من 15,000 نازح في مراكز الإيواء بمعسكري جباليا. فقد تم تشغيل بئر للمياه يسهم في توفير المياه الصالحة للشرب ويعيد الحياة إلى هذا المركز الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي. البئر يوفر مصدراً مستداماً للمياه الصالحة للشرب، مما يساعد في تحسين الظروف المعيشية للنازحين ويوفر لهم الراحة والأمان. لنشاهد. ما هان الحق عليك ولا خاف، عودتنا إيمان ويقين.